هاي كده ختموها مسك مع فضيلة الشيخ دكتور سالم عبد الجليل، ويا رب النهارده لبكره مصر بلدنا تبقى في احسن حال. وعايز اقول حاجه، ونشوف مصر ام الدنيا وقد الدنيا، بس عايز اقول حاجه معلش، حاجه غريبه شويه بس محتاج ان انا اقولها. انتوا عارفين انا حد مخي متفتح جدا الحمد لله، بس في حاجه انا بطالبها من الاعلام في مصر. اتمنى ان احنا بجد في الفتره اللي جايه يبقى عندنا رقابه على الاعلام، ورقابه على بما رقابه عليا انا كمان، رقابه على المذيعين والمذيعات. لان انا في الاونه الاخيره بدات اشوف في بعض في كتير من القنوات للاسف برامج وحاجات ما يصحش انها تطلع على شاشات التلفزيون المصري. زمان انا كنت بقول لما يعجبوش حاجه يقلب المحطه، بس في حاجات حتى ما حد كان بينتقدني كنت بقول مش عاجبك اقلب المحطه، بس في بعض الاشياء وبعض البرامج بيحصل فيها حاجات ما ينفعش اقول اقلب المحطه. اللي هقوله ان الحاجات دي ممنوع انها تكون موجوده على شاشات مصر في الحقيقه. ويا ريت يا ريت اتمنى البرامج اللي تبقى على الهواء، وانتوا لو تلاحظوا ان انا بقالي فتره كبيره ما باخدش تليفونات، نتمنى من البرامج الاخرى والقنوات الاخرى اللي بتكون على الهواء ما يفبركوش التليفونات، عشان ده ما يصحش. كنت بس محتاج اقول الكلمتين دول، لان فعلا بقالي فتره بشوف، مش مفروض احكم على حد، انا هنا مش وكيل نيابه ولا قاضي ولا حاجه، بس الواحد اللي بيشوفه حاجات مستفزه زياده عن اللزوم. مره تانية انا بطالب ان يبقى موجود علينا كلنا رقابه، لان احنا مش عارفين نعمل واضح جزء، انا كمان مش عارف اعمل رقابه على نفسي، فمحتاجين يبقى في رقابه من الدوله، رقابه من اي جهه على كل المذيعين والمذيعات اللي في مصر. شكرا لكم، سلام عليكم.